اللي كيخص نعرفوه ان منذ ظهور هاد الفيروس ديال الكوفيد مر دازت هذا القطاع ديال الاشغال العموميه اوقات عصيبه وعصيبه جدا، لا سيما فيما يتعلق بالتدهور المستمر في التنفيذ، لان ما يخفاش عليكم بان كان عدم استقرار اللي مس بزاف النشاط ديال المقاول المغربيه فيما يخص انجاز الاشغال. وبمجرد ما ترفعت القيود ديال الكوفيد واجهنا مشكل ديال تضخم الاثمنه ديال المواد الخام اللي عمرنا ما شفنا بحال هذا التضخم كيف ما هاد السنه، وذلك ناتج عن هاد الحرب الروسيه الاوكرانيه. هاد الارتفاع في الاسعار يعني استنفذ الامكانيات ديال الشركات، لانه حتى بالنسبه للعقود ذات الاسعار القابله لاعاده النظر، في الاثمنه، فهذا التعديل ما كيغطيش، هذا التعديل لا ريفيزيون دي بري نسميه، هذا التعديل ما كيغطيش الرسوم الضخمه اللي كتحملها الشركات منذ ظهور هذه الحرب. وعلى سبيل المثال فقد ارتفع الثمن ديال الزفت البيتوم في ظرف سنه ونصف من 4000 درهم ل 8000 درهم للطن. إذا كما هو الحال بالنسبة للفيول وبالنسبة للديزل وهذو هما المواد اللي كتستعملها، المواد الأساسية الخام اللي كتستعملها المقاولة ديال اللي كتصايب الطريق في الاستهلاك ديالها. وفي الواقع ما بقاتش المشكل هو أن ما بقاتش القاعدة ديال مراجعة الأسعار مناسبة، لأن هذه القاعدة كان تم نشر ديالها في 1987 وما بقاتش لم يتم تحديثها وما بقاتش متسيرة مع الوضع الحالي. وهذا الشيء تسبب في صعوبات كثيرة، وكاين شركات اللي عندها أكثر من 40 عام اللي فلسات، وهاد ملي كتفلس بحال هاد الشركات كتسيء بزاف للنسيج الاقتصادي الوطني، وكذلك ومن ناحيه اخرى كتدمر واحد العدد كبير ديال الوظائف في هاد القطاع. وكل هاد الشيء كنفقدوا سميتو الخبره، وكنفقدوا المعرفه المتراكمه لهذه الشركات اللي فلست واللي تراكمت على مدى سنين وسنين. بالنسبه للاجراءات اللي اتخذتها الوزاره، وكنشكروا السيد وزير التجهيز والماء من هذا المنبر اللي خدم بشكل كبير باش يسوي هذه الوضعيه ديال مقاوله الاشغال العموميه، كنشكرهم من هذا المنبر. ومن بعد خرجت واحد الدوريه ديال السيد رئيس الحكومه، دوريه اللي عطات شويه واحد النفس للمقاوله، لكن هذه الدوريه وقف التنفيذ ديالها في 18 اكتوبر 2022، علما ان الاسباب اللي ظهرتها مازال قايمه، مازال التضخم في الاثمنه ديال المواد الخام، مازال كتعيش المقاوله واحد مشكله صعبه بالنسبه لهذا التضخم. اليوم الفيدراليه ديال الاشغال العموميه كطالب اولا بتمديد هذه الدوريه، لان مازال الاسباب اللي كانت خلقتها مازال قائمه، وكطالب ثانيا بتحديث مراجعه الاسعار، وهذه نقطه مهمه جدا باش تكون واحد التوازن ما بين المقاوله، ما بين المقاول اللي كانجز الاشغال وما بين الدوله اللي كطلب منها انجاز هذه الاشغال.
وثالثا تنطلبوا إعانة من طرف الدولة كيف ما كانت إعانة من طرف الدولة كنطلبوها بالنسبة للغازوال اللي كيستنفذ واحد الميزانية كبيرة ديال المقاولة. كنطلبوا إعانة من طرف الدولة لهاد المادة ديال الغازوال اللي الثمن ديالها طلع بزاف من هذه واحد عام العامين. كنطلبوا إعانة ديال الدولة كيف ما وقع بالنسبة للترونسبورتور المهنيين الاخرين بحال اصحاب النقل الطرقي هنا بالنسبة للمغرب وبالنسبة للدول الاخرى. باش الدول الاخرى كيعطيوهم المقاولات ديال الاشغال العمومية كيمشي سميتو هاد الإعانة كتمشي حتى ل 36% كيعطيوهم واحد الغازوال اللي قل من ثمن الغازوال العادي اللي كيتباع ايتها الناس ب 36%. كنطلبوا الدولة باش تعاون المقاولة المغربية باش ما نبقاوش نشوفوا هاد المقاولات اللي كبار كينضطروا.